طيب اذا عشان نفهم تمويل هذه الصفقة، الصفقة دي 9 طيارات، احنا ما بنشتريهمش، احنا بنأجرهم تأجير تمويلي، بمعنى انه اول طيارة بتبقى بتاعتنا بعد 12 سنة، ال8 طيارات التانيين احنا بنأجرهم لمدة 12 سنة، وبعد كده بنرجعهم للشركة الممولة اللي هي دبي لصناعة الطيران. طرحي على الدولة وعلى الحكومة هو انه انا ادخل القطاع الخاص في اي من الشركات التابعه، الشركات اللي بتعمل سيرفيس الكافيتريات، لان الحقيقه ان سيرفيس الكافيتريات دي سيرفيس محتاجه تطوير جدا، شركات الاسواق الحره، اي شركه من الشركات التابعه لمصر للطيران، وهي شركات كثيره جدا، اطرحها زي ما محافظ المركزي كان بيتكلم على طرح شركات الدوله، انا اطرح جزء منها في البورصه، اطرحها لمستثمرين استراتيجيين، اطرحها لضخ فلوس، واحد، اتنين، لتحديث قدرة مصر للطيران وزيادة قدرة مصر للطيران على التطوير. ما هو مصر بتعاني خسائر، أنا عايزة أقلل من الخسائر دي، والخسائر دي أسبابها معروفة، فأنا محتاجة إن أنا أطور ده. قبل ما أطور الأسطول أنا لازم أطور الفكر الحقيقة، ولازم أسوق هذا الفكر، يعني محتاجين إن الدولة لو كان عندها هذا الفكر اللي ابتدى يتبلور إنها كمان تسوق هذا الفكر وتعمله ماركتينج عشان تقدر إنها تقنع بيه الناس.